مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور إلى هذه الجولة الإخبارية. حياكم الله، مرحبا بكم. حياك الله. بداية الدكتور مثنى حذر من محاولات البعض استخدام اسم الشيخ حارث الضهري في الانتخابات، في أي سياق يعني يوضع استغلال اسم الشيخ حارث الضهري في الانتخابات البرلمانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني هذه المهزلة التي تستمر منذ عقد ونصف من العام من السنين في العراق، نرى أن الكثير قد تكالبوا عليها وللأسف انخدعوا بها أو أغرتهم هذه المناصب وما يتأتى من وراء المناصب من عقود وأموال سحت وغير ذلك من أمور. فنجد الكثير من الذين انخرطوا في هذه العملية يحاولون خداع الناس بشتى الأساليب، ومن هذه الأساليب أحد هذه الأساليب المتاجرة بعواطف الناس أو ببعض الشعارات أو ببعض الرموز وغير ذلك. شيخنا حارث الضهري رحمة الله عليه موقفه واضح من بداية الاحتلال إلى آخر يوم في حياته، وعندما ودع الحياة وقد أوصى من معه والجميع يعرف ذلك، الثبات على المبادئ، مبادئ الحق التي أمر الله بها حتى يتطهر العراق من جميع الأرجاس. فقد شخص هو ومن معه شخصوا سبب المشكلة التي تحدث الآن، وبذلك لا بد من التركيز على هذه المشكلة لإصلاحها من جذورها. نعم، ولذلك هذا موقفه الثابت. نعم، لا يجوز لأحد أن يحرفه ويأتي الآن ليستأجر باسمه لمصالحه. إذن دكتور، ما الذي يدعو المخالطين بالعملية السياسية لاستخدام اسم شيخ الدكتور حارث الضهري رحمه الله في الانتخابات برأيك؟ يعني كما قلت قبل قليل، هي المتاجرة، متاجرة باستغلال هذا الاسم لما لديه من سمعة طيبة لدى جماهير عريقة من الناس لنظافة هذا الاسم ولموقفه الطويل، ولأنه رحمه الله تعالى لم يتلوث اسمه ولا حياته بأي شيء مما تلوثت به الجهات عديدة من الموجودين الآن. فيحاول البعض أنه يغتنم ويستغل هذا الاسم لتحقيق هذه المكاسب في الجولة الجديدة من هذه الانتخابات. نعم، الدكتور مثنى في حديثه دعا إلى عدم تقويل الشيخ حارث ما لم يقله من قبل، هل هناك من يسعى لتحريف مواقف الشيخ الثابتة عن العملية السياسية مع الموقف الواضح كما ذكرت؟ يعني هنالك من أعلن ذلك في وسائل الإعلام أو في غير وسائل الإعلام بالمجالس الخاصة وبغيرها، ويدعي أنه هو الذي يمثل الشيخ حارث الضهري، وأنه يعني من وراء هذا الكلام وهذا التحريف وهذا الاستغلال يحاول أن يحقق له لنفسه لمن معه مكان في هذه اللعبة الجديدة. نعم دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.